مدرسة رياضة ومعي تجارة إدارة أعمال، وحالياً عم بشتغل ديزاينر، عندي مكتب دعاية وإعلان، وعم بشتغل حالياً مع شركة كمان. بلشت شغل تقريباً بال 2014 مع جريدة إعلانية اسمها جريدة حياة، جيان حياة، وهي الجريدة كان نصف ريعها بيروح للأطفال المعاقين. يعني أنا بدأت العمل أصلاً تطوع، لأنه هو عمل إنساني بالدرجة الأولى، وحباً بالديزاين والإعلانات، ومن هنا كانت الانطلاقة تبعتي. وطبعاً حبيت كتير الشغل، بعدين اكتشفت أنه الديزاين كتير شيء واسع، يعني مو بس جرايد ومجلات، في كمان أرمات، في كروت فيزيت، في مجالات كتير، فأنا حبيت يعني ودخلت هذا المجال. حبيت هذا المجال لأنه أولاً أنا بحب الإعلانات كتير، ومجال كتير يجذبني، والشيء الثاني لأنه يعني هو مجال غريب شوي، جذبني بغرابته أنه كأول امرأة أدخل هذا المجال. هلأ الموقف السلبي اللي صار معي هو رفض المجتمع تقريباً، لأنه امرأة كيف هاي بدها تشتغل بأرمة؟ هو عادة كان شغل الخطاطين، كان شغل الشباب يعني أكتر شيء، فكان الزبون يجي لعندي يعني يستغرب أنه أوكي أنت راح تركبي لي الأرمة مثلاً، فهذا يعني بيصير هيك شيء أنه لما بيشوف شاب يعني يرغب بالشغل أكتر من أنه بنت شوي يشكوا بقدرات المرأة يعني. هذا موقف سلبي. المواقف الإيجابية طبعا هي أكثر من السلبية. لما أنت تنجز عمل، لما أنت تحقق عمل وتشوف عملك معلق بالشوارع، يعني هذا كمان يعني موقف كتير إيجابي وحلو، وخشجعني أكثر أني أنا أستمر بالشغل. آليات التسويق عادة العلاقات الشخصية والاجتماعية، باعتباري أني الصداقات هي انطلاقا منها، وبعدين في السوشيال ميديا كمان، الواتساب والفيسبوك. الثقافة بالبداية ما كانت كتير، يعني كان في شوي نقص عنا بثقافة الإعلان، بس بعدين الحمد لله هلأ شوي شوي عم نتطور. بشغلي كل أصدقائي وكل أهلي، الكل عم بيشجعني، والكل يعني مسانديني بشغلي. أوجه رسالة لكل امرأة أنه هي تعتز بأنوثتها وتعتز بعملها، وبالعكس احنا يعني النساء بشكل عام دخلوا بالطب ودخلوا بالهندسة، أتوقع ما في أي عائق.